الأخبار من الرأي. أهلا بكم في نشرة أخبار الرأي، تصحبكم خلالها سمير عبد الله، والبداية دوما بأبرز العناوين. القطاع الخاص للخبرة والدراية والإمكانيات في تطوير المدن الإسكانية وإدارتها وتقديم الخدمات. دور الخاص في الإسكانية فاعل. شرف كبير لنا أن نلتقي في هذه الإجازة. لقاء تعارف ودي لزملاء البلدي. حب اختراع، يعني ككلمة، الكلمة اختراع إنسان. فلسفة الحب بين النظرة والخيال. اختفاء الأطنان وراء جنون الأسعار. ضدان لا يجتمعان إلا في الاحتيال. وفي النشرة تقرير إطالة العمر. تترقب الأنظار عودة النشاط إلى الصرح البرلماني، ومعه تعقد الأمال بإيجاد حلول للقضية الإسكانية التي تصدرت أولويات دور الانعقاد المقبل، كما وينتظر أن يسارع النواب إلى تقديم اقتراحات بقوانين لإفساح المجال أمام شركات القطاع الخاص الدخول على خط دعم الحكومة في حل القضية الإسكانية وإيجاد حلول جذرية لها. ربا بداح والتقرير التالي. لماذا لا يشارك القطاع الخاص جنبا إلى جنب الحكومة في بناء المدن الإسكانية ووضع الحلول للأزمة المتفاقمة يوما بعد يوم؟ سؤال المواطن في الشارع ننقله إلى المعنيين من الشباب في القطاع الخاص لنستفسر عن أهمية الشركات الخاصة بدعم التوجه الحكومي لحل الأزمة الإسكانية. صدر مرسوم 255 على 2008، هو مرسوم مخطط لهيكل للدولة. احنا دولة لدينا مخطط هيكلي ل 2030 مخصص كل ارض لها شنو انشطتها، فاللي يتكلم ان احنا ما عندنا اراضي للسكن هذا المعلومة غير صحيحة وغير دقيقة. احنا عندنا اراضي للسكن، عندنا اراضي للاستعمالات التجارية والصناعية والحرفية والخدمية، فالمدن السكانية موجودة في المخطط الهيكلي اللي صدر سنة 2008. المشكلة هي الدولة عندها وفرة مالية ولكن ليس لديها الامكانيات الفنية والادارية لتنفيذ هذه المدن وإدارتها. طبعا القطاع الخاص للخبرة والدراية والإمكانيات في تطوير المدن الإسكانية وإدارتها وتقديم الخدمات كذلك، وبنفس الوقت التنوع في موضوع القسائم، في موضوع الخدمات ومستوى الخدمات أصلا. يؤمن شباب الحراك بشأن القضية الإسكانية وعلى رأسهم شباب حملة وطن بالإيجار بأن الحكومة غير قادرة لوحدها على بناء المدن الإسكانية، فيعلن هؤلاء بأن مساعدة القطاع الخاص واجب وحتمي. الحكومة أثبتت عجزها خلال سنوات طويلة عن تلبية حاجات المواطن الإسكانية. نعم، نحن نطالب بإدخال القطاع الخاص للمشاركة بهذه الحلول، حيث أن في دول العالم المتطور ودائما يساهم القطاع الخاص في حل المشاكل الإسكانية. نطالب بقوانين عادلة لحماية حقوق المواطن وحقوق القطاع الخاص. سياسيا من المتوقع وبعد إعلان مجلس الأمة تبنيه للقضية الإسكانية، فمن المتوقع أن يتقدم عدد من النواب باقتراحات بقوانين لفتح الباب أمام القطاع الخاص للدخول على خط حل الأزمة ودعم المشاريع الحكومية. رباب بداح، الرأي. لقاء تعارف بين أعضاء المجلس البلدي المنتخبين والمعينين، وذلك عقب تشكل المجلس الجديد. وتم خلال اللقاء الذي دعا إليه عضو المجلس أحمد الفضالة بحث سبل التعاون خلال المرحلة المقبلة.
شرف كبير لنا أن نلتقي في هذه الإجازة لنقدم وصية التعارف، والتعارف وصية الأجداد حتى لا يساء الفهم بين أهل الكويت، ونصل إلى علاقة أخوية طيبة تسهل مسار التنمية في 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 هذه المناسبة. وفي هذا اليوم أتقدم إلى جميع الإخوان الحجاج ونتحمد لهم بالسلامة، وندعو ونتقدم لهم بحج مبرور وذنب مغفور. وفي الأساس تحياتي إلى القيادة العليا بالكويت. عميد القبول والتسجيل في جامعة الكويت صبيح المخيزيم قال إن فترة الانسحاب من المقررات لطلبة المسجلين في الفصل الأول تنتهي بالرابع والعشرين من الجاري، وبين المخيزيم أنه لن يسمح لأي طالب بعد انتهاء المدة الانسحاب من أي مقرر، ويصبح ملزما بدراسة كل المقررات المسجل فيها. كما دعا الطلبة إلى مراجعة جداولهم الدراسية للاطلاع على المقررات المسجلين فيها، والتأكد من إتمام عملية الانسحاب من المقررات التي قاموا بالانسحاب منها. يكثر الحديث عن حقيقة ما يشاع من كلام حول الحب من النظرة الأولى، وما بين علم النفس والتجربة الشخصية تختلف القراءات. التفاصيل في تقرير سمر الشدياق. الحب اختراع، يعني ككلمة الكلمة اختراع إنساني زين للتعبير عن حالة معينة يصاب بها الشخص أو تتعرى الشخص مثل ما يقولون. استخدام الكلمة هذا هل هو مطابق للمشاعر اللي الشخص يشعر بها؟ هذه عملية دائما معقدة. وإذا كان تفسير حرفين من الأبجدية معقدا بلغة وحروف علم النفس، فكيف إذن تفسير حصوله؟ نظرة واحدة أم آلاف وآلاف النظرات كي يتحول الإعجاب عشقا وغراما؟ إعجاب من أول نظرة ممكن، لكن حب اللي هو يعني أجين يعتمد على شنو تعريف كلمة حب، لكن حب إذا كنا نعتبر الحب هو الارتباط النفسي الشديد المصحوب بالشوق والوله والأمور هذه، صعب أن يتم من أول نظرة طبعا. لكن الحب من أول نظرة هو تعبير رومانسي أيضا جميل وشيق ولا يعني لا موسيقى حلوة على النفس وعلى الأذن، لكن واقعا أعتقد أنه محدود، يعني احتمالية حدوثه محدودة أو معدومة. فما من شك أن الحب من النظرة الأولى موضوع جدلي بين العشاق والشعراء، ينكره البعض ليؤكد آخرون صحته من وحي تجربة شخصية. والله ما عشت الحب هذا صراحة، العمر هذا خلاص راحت علينا، احنا حب أول نظرة راح علينا خلاص. بس ما بيبقاش صادق دائما، لأنه ممكن يكون مراهقة يعني في بداية الشباب، تصير ساعات يعني تصير ويا الناس، بس أنا ما جربتها، ما عشت النظرة هذه. أي شاب عاشها أكيد، يعني الإنسان مشاعر وكل واحد بيختلف عن الثاني. لا ما أؤمن فيها، لأن الحياة مشاركة، بالنظرة الأولى ما أعتبرها. بيكون بتخيل حاله إنه بحب بالبداية، بس بيطلع بالنهاية لا، بشوف أشياء بفكرها صحيحة بس هي بتطلع خطأ يعني. وفي مقابل فلسفة الأحبة، أثبتت دراسة علمية أمريكية أن الرجال أكثر رومانسية من النساء، مؤكدة أن 48% يقعون في الحب من النظرة الأولى، مقارنة ب 28% فقط من النساء. سمر شديق، نمور، الراي. في مصر، قالت مصادر أمنية أن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا إثر انفجار سيارة ملغومة اليوم قرب مبنى المخابرات الحربية في مدينة الإسماعيلية شمال شرقي القاهرة. وقال مصدر إن قوة الانفجار أدت إلى انهيار جزء من جدار المبنى. يأتي ذلك فيما يواصل أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي تنظيم المسيرات المناهضة للفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة، والذي عزل مرسي في 3 يوليو.
عملية نوعية لفرق تفتيش وزارة التجارة الكويتية تمثلت بإحباط تخزين متعمد لنحو 7000 طن من المواد الغذائية بهدف رفع أسعارها عن طريق تخزينها في ثلاجات 36 شركة مع إنزال كميات صغيرة فقط منها للأسواق، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذه الشركات التي أحيلت إلى النيابة العامة. وأكدت الوزارة أنها رصدت ارتفاعا مفاجئا في أسعار الخضروات والفواكه خلال عطلة العيد، وعليه وجهت فريق التفتيش إلى سوق الخضار المركزي قبل أن يقوم برصد المخالفات. النار والماء ضدان لا يجتمعان إلا في بعض الحيل التي يمكن من خلالها توظيف الماء في إشعال النار، لنتابع بعضها معا. An old light bulb and chisel out the bottom so you can see down inside. Now pour in a bit of hot water and when you shake it vigorously, light bulb with water, cap the bottom with a balloon and voila. Use your liquid light bulb to focus the sunlight on a piece of newspaper. It should start smoking immediately. And just a minute later, burst into flames until the bowl is nearly full and gather each of the plastic corners at the top. This will form a little liquid pouch, and by twisting the corners together, you can seal the water. Your tinder should start smoking within seconds, and when enough embers have collected inside, suspend it on something a couple of feet off the ground. Now carefully pour hot water onto the plastic, and as you do, it'll begin to sag, forming a nitrate the heat. When your tinder's smoldering, set it down so that it rests in the beam. And now you can sit back and watch the elements ignite the fire for you. نشاط بعد العيد، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير. من جديد أهلا بكم. على توقعات عودة النشاط إلى مجريات تداولات سوق الكويت للأوراق المالية، تستأنف غدا عجلة السوق عقب الانتهاء من عطلة عيد الأضحى المبارك، وسط ترقب إعلان النتائج المالية عن أداء الربع الثالث من العام الجاري. وكان محللون ماليون قد أجمعوا على أن السوق قد أخذ حاصله من الانخفاضات، فيما وصلت بعض أسعار الأسهم إلى مستويات منخفضة، ما جعلها عرضة لعمليات التجميع من جانب المضاربين. وللمزيد حول جلسة الغد ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل المالي عدنان الدليمي. أولا، كيف تتوقع أن تكون الجلسة الافتتاحية غدا بعد انتهاء عطلة العيد؟ توقعاتي للجلسة في الغد إن شاء الله إيجابية، وستكون بإذن الله الأداء سيكون الأداء جيد جدا، وبارتفاع مدفوعا بارتفاعات منسوب السيوله اللي نتوقع بان يشهد دخول المستثمرين او كبار اللاعبين بالاحرى من المحافظ ومن الصناديق خاصه بعد ابتعادهم عن السوق لفتره طويله جدا، وبالخصوص بان ايضا كثير من المتداولين الان يترقبون وينتظرون ليوم الغد بعد ما حقق السوق بالفعل استقرار عند أسعار جيدة حقيقة، واتضحت الصورة بأن الكل منتظر بفترة ما بعد العيد. نعم. إذن برأيك سيكون تأثير نتائج الشركات إيجابيا على مجريات السوق؟ هو من المؤكد، يعني هذا أحد العوامل الأساسية والرئيسية اللي إحنا نترقب له، ونتوقع إن شاء الله بأن يتم بداية الإعلان عن البيانات المالية لقطاع البنوك. طبعا تقليديا البنك الوطني أول بنك سيعلن عن البيانات المالية نتوقع خلال هذا الأسبوع، لأن المهلة طبعا فقط 45 يوم من نهاية شهر 10، وفات منها تقريبا 20 يوم الآن، وعليه نتوقع أن يكون أداء البنوك إن شاء الله جيد جدا بالنسبة للأداءات، وهذا سيدفع أيضا بعمليات الشراء للأسهم على الأسهم القيادية
من خلال المحافظ والصناديق، وهذا أيضا سيوفر القيادة والريادة لعمليات التداول ما سيدفع أيضا المضاربين والمتداولين الآخرين. نعم، المحلل المالي عدنان الدليمي، شكرا جزيلا لك. سعر برميل النفط الكويتي انخفض 67 سنتا في تداولات أمس ليستقر عند مستوى 105 دولارات و14 سنتا للبرميل. وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط في الأسواق العالمية بفضل انخفاض الدولار الذي جرى تداوله عند أدنى مستوياته في 8.5 أشهر مقابل سلة عملات، ووسط مخاوف من أن يحول تأثير إغلاق أنشطة حكومية دون قيام المركز الأمريكي بخفض التحفيز النقدي. إلى الهند والأردن، التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا بكم. في ختام الجولة السادسة من بطولة دوري فيفا لكرة القدم، تغلب فريق كاظما على ضيفه التضامن بثلاثة أهداف لهدف واحد. أحرز أهداف كاظما ناصر العويهان هدفين والمحترف فرناندو هدفا واحدا، بينما سجل هدفا للخاسر يوسف العنيزان. وفي اللقاء الثاني تعادل كل من الشباب والنصر بهدف لكل منهما. سجل للشباب مسعود فريدون، بينما سجل للنصر المحترف إسماعيل العجمي. توجه فريق الكويت لكرة القدم إلى الهند لملاقاة فريق إيست بنغال الهندي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بينما توجه فريق القادسية إلى العاصمة الأردنية عمان لملاقاة فريق الفيصلي الأردني في الدور ذاته. وكان فريق الكويت قد حقق فوزا في لقاء الذهاب قوامه 4 أهداف لهدفين، في المقابل حقق القادسية فوزا بهدفين لهدف واحد. وستقام المباراتان الثلاثاء المقبل. تعادل فريق نوتنغهام فورست الإنجليزي مع نظيره بونموث بهدف لكل منهما في إطار الجولة 12 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وبهذه النتيجة يرفع فريق نوتنغهام فورست رصيده إلى 23 نقطة محتلا المركز الرابع. يذكر أن فريق نوتنغهام فورست يملكه رجل الأعمال الكويتي فواز الحساوي. واصل اللاعب الكويتي طارق القلاف تحقيق المزيد من الإنجازات في رياضة المعاقين على المستوى الخارجي، فتمكن من تحقيق 3 ميداليات ذهبية في بطولة ملواكي الدولية لمبارزة المعاقين والتي اختتمت في الولايات المتحدة الأمريكية. وبهذه الميداليات يحافظ القلاف على تصنيفه الأول كأفضل لاعب في رياضة المعاقين في الولايات المتحدة الأمريكية. تعال كابتن، تعال الله، تعال تعال. يلا طالب. بالنسبة حق المسؤولين طبعا يبقون هم عيال الديرة وأنا ولد الديرة، اللي يبي يدعم أنا موجود، ولكن إحنا مهم ما نوقف إن شاء الله. اجتهاد الفردي إن شاء الله مستمر فيه إن شاء الله، والآن إن شاء الله راح يتواصل في يعني المزيد من التمرينات والاستعدادات مع مدربي كابتن كاظم مال الله ان شاء الله للبطوله القادمه ان شاء الله في فيرجينيا في شهر فبراير ان شاء الله. وان شاء الله ما راح انتظر احد، مستمر ان شاء الله امثل الكويت في كل موقع. وبالنسبه حق احتراف الان فهو في نادي ساوث جيرسي الامريكي صراحه، والولايات المتحده الامريكيه هي اللي وفرت لي كل الامكانيات اللي عشان اني امثل بلدي الكويت. التعرض لأشعة الشمس يساعد في إطالة العمر، هذا ما كشفته دراسة اسكتلندية. تفاصيل الدراسة في تقرير لابتسام رمال. كشفت دراسة حديثة أن الفوائد الصحية لتعرض الجلد لضوء الشمس قد تفوق كثيرا مخاطر الإصابة بسرطان الجلد، فضلا عن المساعدة في إطالة العمر. وتشير الدراسة التي أجريت في جامعة أدنبرا في اسكتلندا
إلى أن ضوء الشمس يساعد في تقليل ضغط الدم وخفض نسبة الإصابة بالنوبات القلبية ومخاطر السكتة الدماغية، بالإضافة إلى إطالة العمر. وتوصلت الدراسة إلى أن الأشعة فوق البنفسجية تطلق مركباً يعمل على خفض ضغط الدم. وقال الباحثون إن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان الوقت قد حان لإعادة النظر في تقديم النصائح بشأن تعرض الجلد لأشعة الشمس. ابتسام رمال، الراي. وبعد الشمس، جولة على أحوال الطقس مع استعراض لدرجات الحرارة المتوقعة ليوم غد في مناطق الكويت. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم، نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر @الراي ميديا جروب، وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب. شكرا للمتابعة.